السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اغفر لشيخنا واجعله مباركا حيثما كان، واغفر للسامعين والحاضرين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي: وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله بلا اعتقاد كيف فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وكذلك يثبت أهل السنة والجماعة إجماعا منهم نزوله سبحانه وتعالى في كل ليلة من آخرها في الثلث الأخير من الليل على ما صح به الخبر، بل تواتر به الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبحانه وتعالى يمهل حتى إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل سبحانه وتعالى فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة وجاء في رواية مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم، وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة. وهذا الخبر أجمع المسلمون على القول به، فهم قائلون بهذا تبعا لما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذا بهديه عليه الصلاة والسلام في هذا وما عليه للسنة والجماعة، وأهل الإسلام تابعون لهم ممن كان على هذا المعتقد الصحيح. وقد جاء أنه ينزل، وجاء أنه يهبط، وجاء أنه يتدلى سبحانه وتعالى، وهذه الألفاظ في اللغة معناها واحد. فإن ثبتت هذه الأخبار مع ينزل، هذه ثابتة لا إشكال فيها، أما يهبط فهذه جاءت عند أحمد عن مسعود بإسناد صحيح أنه سبحانه وتعالى يهبط في آخر كل ليلة سبحانه وتعالى حتى ينفجر الفجر، وذكر نحو مما في حديث أبي هريرة. والهبوط هو في معنى النزول الذي في الصحيحين المتقدم، وجاء يتدلى عند أحمد من رواية عمرو بن عبسة، من رواية سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة. سليم بن عامر لم يسمع من عمرو بن عبسة، فإذا لم يثبت فهو في المعنى ثابت، لكن على القاعدة في هذا أننا نثبت ونقول ما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصفات على ما صح به الخبر كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله. ولهذا قال على ما صح به الخبر، المعول على صحة الخبر، يعني يقول رحمه الله: لا تجعل معولك كما عليه بعض البدعة يقول أنا لا أخذ إلا بالمتواتر، فإن الطريق واحد، والسنة والخبر إذا ثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب التسليم به. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا روى لهم الواحد أو الاثنان وهما لم يتواتر فإنه خبر أحد، سواء كان عزيزا أو مشهورا أو غريبا، فيسلمون مباشرة. وهكذا من بعدهم من التابعين، وهكذا أهل العلم المعول على صحة السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يعلم أن في الإسناد علة يعل بها الخبر. فقد يكون، وهذا وإن كان في الأسانيد الصحيحة
في الأسانيد الصحيحة أن الأصل هو الأخذ بها، لكن هنالك أخبار أهل العلم بالعلل قد يثبتون علة خفية في الخبر، ولا تكون العلة في المتن التي يعل بها للعلم إلا وفي الإسناد علة أبدا. إذا أعلوا لفظة في المتن مما جاء في الأخبار التي أصلها صحيح أو الحديث نفسه تكلم فيه العلماء وأعلوه وظاهر الإسناد الصحة، فأنت حين تتابع كلام أهل التحقيق من أهل العلل المتمرسين في هذا الفن الذي اختلط هذا العلم بلحومهم رحمة الله عليهم، فلهم ملكة عظيمة يعلون بها الخبر ويخرجون العلة من نفس الإسناد. فإذا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب الاعتقاد، وجب العمل بما دل عليه مخبره بلا اعتقاد كيف فيه، وهذه بدلالة على إثبات النزول حقيقة، لأنه لا ينفى، لا تنفى الكيفية إلا مع إثبات الصفة حقيقة وأن لها معنى، لكن الكيفية وكيفية نزوله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى كما تقدم أنهى إلى أنه استوى، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنهى إلى أنه ينزل، لكن نقف لم يخبرنا كيفية النزول، ولم يخبرنا في لم يأتي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عن كيفية الاستواء، إنما هو معلوم كما تقدم في كلام أهل العلم. والنزول مثل الاستواء من الصفات الخبرية التي لو لم ترد بها النصوص فإننا لا يثبتها، فهي صفات خبرية موقوفة على الخبر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين. وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاءه وبلا كيف. نعم، سبحانه وتعالى. وأيضا يعتقد أهل السنة جواز الرؤية ووقوعها في القيامة، ولهذا قال وجوبها، يعني هي واقعة، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة لما جاء في الأدلة في الكتاب والسنة، لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نظرت فنظرت، نظرت بالنعيم والبهاء والحسن، وكان لها النظر إليه سبحانه وتعالى. وهذه الآية الصريحة في أن النظر إليه سبحانه وتعالى، ينظرون إلى وجهه سبحانه وتعالى نظرا حقيقيا، وهذا من أعظم نعيم أهل الجنة، بل هو أعظم نعيم أهل الجنة في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة، إذا أضيف النظر إلى الوجوه لا تكون إضافة في هذه الحال إلا بالنظر بأعينهم، ينظرون إلى وجهه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، وهذا أيضا استدل به أهل العلم على رؤيته سبحانه وتعالى، وإن كان مطلق النظر فيه. وأعظم نظر أهل الجنة هو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى،
كذلك قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في الفجار في الكفار، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه دلالة واضحة بينة، وللشافعي رحمه الله استنباط عظيم من هذه الآية. قال الربيع ابن سليمان رحمه الله كنت عند الشافعي في مجلسه فجاءته رقعة من الصعيد سؤال عن هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال رحمه الله فإنه سبحانه وتعالى لم يحجب أهل السخط عن رؤيته إلا لأن أهل الرضا والنعيم أو لأن أهل الجنة يرونه في الرضا، فلم يحجبهم في السخط وهم فجار إلا لأن أهل الجنة يرونه في الرضا، وإلا لو كان الحجاب عن الجميع وأنهم لا يرونه كما هو قول أهل البدعة والضلالة لم يكن فرق بين الكفار وأهل الجنة في هذه النعمة العظيمة، مثل ما تقدم في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان المعنى بذلك القدرة مع أن بطلانها من وجوه كثيرة بطلان هذا المعنى لم يكن فرق بين آدم، ولا افتخر إبليس وقال أيضا أنا خلقتني بقدرتك. فهذه استنباطات واضحة بينة، وهي لا يخالف فيها أحد، توافق المعنى واللغة وإجماع السلف على هذا. وقال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذه الآية يستدل بها أهل البدعة على عدم الرؤية، لكن لا يستدل مبطل بدليل إلا كان في ذلك الدليل ما يبطل دعواه. ما يمكن أن يستدل دليل مبطل بدليل من الكتاب أو من السنة بدليل إلا وكان في ذلك الدليل ما يبطل دعواه، إذ الحق لازمه حق ولا يكون لازمه باطلا، لكن الذي يستدل قد يستدل بدليل حتى ولو كان من العلم فيلزمه قول ضعيف أو باطل، لكن نفس الدليل الذي يستدل به لا يكون لازمه إلا حقا. كلا كما قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار اللطيف الخبير، قالوا معنى أن هذه الأبصار لا تراه، وهذا لا يصح في كتاب الله عز وجل، قال سبحانه فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى ماذا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، هم تراء الجمعان وقالوا إنا لمدركون، قال كلا نفى الإدراك مع أنهم يرونهم كل يرى الآخر، والمعنى أنهم وإن رأونا ورأيناهم فلا يدركون ولسنا مدركين ولا يدركوننا. فإذا كان هذا في المخلوق مع المخلوق فكيف بأمر من أعظم المخلوقات حين مما هو من خلقه سبحانه وتعالى كالشمس مثلا، كالشمس والسماوات، أنت ترى الشمس وترى السماوات لكنك لا تدركها، من يحيط بالسماء؟ من يحيط بالشمس؟ تراها في عينك جرم صغير من بعيد لكنها جرم عظيم، وهكذا سائر مخلوقات الله عز وجل. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف به الخالق سبحانه وتعالى؟ يعني وإن رآه المؤمن في الجنة
فإنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهذه الآية دليل على الرؤية لا على عدمها. قالوا عندنا دليل آخر، موسى عليه الصلاة والسلام قال أرني أنظر، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا وقال سبحانك تبت إليك إني أول المؤمنين. قال لن تراني، قالوا لن، فالنفي هنا للتأبيد، لن تراني مطلقا في الدنيا وفي الآخرة. انظر إلى المبطل كيف يلجأ إلى قول حتى لو سلم من أول بادرة ومن أول وهلة، فهو دليل محتمل ومجمل، كيف يترك بالأدلة الصريحة؟ هذا لو فرض أن فيه دلالة، كيف يترك هذا؟ كيف تترك الأدلة الصريحة الواضحة البينة بدليل دلالته محتملة؟ والقاعدة أن المحتمل يرد للصريح، مع أن الآية فيها ما يبطل هذا القول، لأنه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وسوف تراني. أولا موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله الرؤية، ولا يمكن أن يسأل الله شيئا مستحيلا. الأمر الثاني أنه علقه بشيء وهو استقرار الجبل، واستقرار الجبل ممكن فلم يعلقه مستحيل، فكان شيئا ممكنا. الأمر الثالث أن الله سبحانه تجلى للجبل، فإذا كان يتجلى للجبل وحصل الجبل ما حصل كما ثبت حديث أنس الصحيح، فكيف لا يتجلى سبحانه وتعالى ويراه أولياؤه في الجنة؟ الدليل الرابع أن القول بأن لن تريد التأبيد قول ضعيف أو باطل. اليهود وقال سبحانه عنهم ولن يتمنه أبدا، وفي النار يتمنون الموت، ادعوا لنا ربك، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، سألوا في النار الموت، فلن لا تفيد التأبيد. وقد عقد ابن مالك رحمه الله ذلك قوله، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه ماذا فعضدا، وسواه فعضدا. هذا ظاهرا ليس في الألفية في الكافية. فهو لا، فهذا مما ذكره أئمة اللغة رحمة الله عليهم. المقصود أن هذا قول كما تقدم أو استدلال باطل، على القاعدة في استنباط أو في استدلال البدعة بشيء مما جاء في النصوص في الكتاب والسنة. جاءت الأدلة في السنة الصريحة، ثبت في الصحيحين من حديث جرير ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ في حديث أبي سعيد وفي حديث أبي هريرة قال هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس ندنها سحاب، فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هذا فيه تشبيه ماذا؟ الرؤية بماذا؟ بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية. يعني لو اقترح مقترح أن يأتي بعبارة أبلغ من هذا لم يستطع في ثبوت الرؤية، هذه العبارة الواضحة البينة الصريحة من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان صلوات الله وسلامه أنصح الناس وأفصح الناس وأبين الناس صلوات الله وسلامه عليه، هكذا خطاباته
وهكذا كلامه وهديه صلوات الله وسلامه عليه، خاصة في هذا الأمر العظيم. كذلك في حديث أبي سعيد الخدري أيضا هذا المعنى، حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين أيضا أنه قال ذلك، قال فإن استطعتم أن لا فإنكم ترون ربكم، كذلك هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، ثم قرأ ثم قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، دلالة على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب هذه المزية والمنزلة العظيمة في الجنة في رؤية الله سبحانه وتعالى. ثبت في صحيح مسلم حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا يا ربنا ألم تنجنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال فيكشى، ليقول الله أريد أن أزيدكم، فيقولون ذلك، فقال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل من ذلك، فيرونه سبحانه وتعالى. وتلا قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام الحسنى ما هي؟ الجنة. والزيادة النظر إلى وجه الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالنظر إليه سبحانه، نسأله لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين من كرمك، آمين يا رب العالمين. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، آية قاف تفسرها آية يونس، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. السلف فسروا الزيادة هنا بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وجاءت في هذا آثار، وجاءت في هذا أحاديث مرفوعة، وجاءت آثار عن أنس رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه تبين أن المزيد مثل الزيادة، المزيد في هذه الآية مثل الزيادة في تلك الآية، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهذه أدلة صريحة واضحة في رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، والأخبار لهذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. أما الآيات صراحتها كما تقدم، ولهذا أجمع المسلمون أجمع السنة والجماعة على ذلك ولله الحمد. قال وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. هذا تقدم في الحقيقة أن الأولى هو الإعراض عن مثل هذه العبارات والاكتفاء بالألفاظ النبوية، بالألفاظ جاءت في الكتاب والسنة، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه عبارات تقع، لكن هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم يثبتون إثباتا حقيقيا ثم يقولون مثل هذا لدفع توهم باطل، وقد يكون سببها أنهم كانوا يكتبون الرسائل لأهل بلاد وأقوام يظنون مثل هذا، فقد يكون الله أعلم إذا سكتوا عن مثل هذا ظنوا خلاف ذلك. لكن الواجب مهما كان بيان معتقد أهل السنة مع شرحه وبيانه، وأن الألفاظ الشرعية في الكتاب والسنة لا تحتمل مثل هذا كما تقدم الإشارة إليه ولله الحمد. نعم. ويقولون
إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. نعم، وهذا تقدم الإشارة إليه لمسألة الإيمان، وأن الإيمان هو فسره بالإقرار رحمه الله، وأن هذه العبارة هي الأفضل بل هي المتعينة، لأنه من قر يقر. والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، كلها عبارات صحيحة. بعضها العلم يزيد، بعضهم يزيد ونية وغير ذلك من العبارات التي تبين معنى الإيمان. فلهذا قالوا إن هذا هو الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا، وقال: والذين اهتدوا زاد هدى وآتاهم تقواهم. قال سبحانه: إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آية زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة إما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة، لهم درجات ربهم مغفرة وأجر ورزق كريم، ورزق كريم. فهذه الأدلة. نعم نعم كذا. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، وقال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. وكل شيء يزيد فهو قبل الزيادة كان ماذا؟ ناقصا، فزاد بالإيمان، زاد بالإيمان. ولهذا فسره السلف بذلك، وأنه إذا ذكروا الله وسبحوه وهللوه زاد الإيمان. هذا مما أجمع عليه العلماء، وكذلك أيضا ما يتعلق بالنقص فإنه ينقص حتى لا يبقى منه إلا مثل الهباء والذر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع في قلبه فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان، يعني من الإيمان المتعلق بهذا. فلهذا ينقص حتى يكون مثل هذا. فلهذا قال: ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة، كما تقدم في الآيات، كلما زاد الطاعة زاد إيمانه. ولهذا المؤمن يدعو في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، يسأل الله الهداية والمزيد من الهداية، وهي الزيادة في الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. وهذا محل إجماع من أهل العلم. وهناك مسألة المصنف ما أشار إليها وقد أحسن رحمه الله، مسألة العمل، وخلاف من خالف من بعض الفقهاء من أهل الكوفة، لكن المسلمون مجمعون على أنه لا بد من العمل بذلك، كما سيأتي أيضا إشارة إليه في كلام له يأتي بإذن الله. نعم. ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رحمه الله، احترج رحمه الله. عبارة هذه من أحسن العبارات، وهي أحسن من عبارة الطحاوي في الطحاوية أن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بذنب، إذ هذا محتمل، لأنه لا يريد كل ذنب، بل إنهم لا يكفرون بكل ذنب. ما نقول لا يكفرون بذنب، فإن كثيرا من أهل السنة والجماعة يكفرون ببعض الذنوب مثل ترك الصلاة، ذنب عظيم كفروا بها، لكن ما كفروا لأنها مجرد ذنب، لا، ذنب يعني من الذنوب التي تدخل تحت المشيئة، لا، لأنه دلت الأدلة على أن من لم يصلي فهو كافر على هذا القول. بل ألحق بعض العلماء كابن بطة رحمه الله المباني الأربع كلها، جميع المباني الأربع سوى الشهادتين. الشهادتين هذه لا شك أنها هي مفتاح الإسلام، لكن المباني الأربع فيها خلاف. فرواية وقول لابن بطة واختيار بطة وجماعة من العلم أن من ترك الحج أصر عليه إصرارا تاما، كذلك الصوم والزكاة، أنه يكفر. هذه وقع فيها خلاف، المراد غير المباني العظام، وهي هذه الأركان. وإن كان الصحيح عند كثير من أهل العلم أنه خاص بالصلاة، إذ لم يأتي دليل واضح في كفر من ترك هذه الأشياء، وإن كان ذنبا عظيما وجرما فظيعا، لكن ثبتت النصوص، وسيأتي المصنف رحمه الله إشارة إليه في الصلاة خصوصا لورود النصوص الخاصة في هذا. فلو ما ارتكب من الذنوب مع التوحيد وهو يصلي إلى قبلة المسلمين والتزم بدين الله وقبله، فإنه تحت المشيئة كما قال رحمه الله، وترجى له المغفرة لقوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا سيأتي في كلامه بعد ذلك. ولذا شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله استدرك على الطحاوي وقال إن المعنى لو يقال إنهم لا يكفرون بكل ذنب، ليس المعنى أنهم نفي أنهم ينفون نفيا عاما عن جميع الذنوب، لا، بل هو في بعض الذنوب، وهذه المباني العظام وقع فيها خلاف، كما نبه عليها أيضا شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، وبعدنا. واختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقوله: من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ترك جحود. نعم، واختلفوا في متعمد ترك الصلاة مفروضة، ولهذا المصنف رحمه أراد أن يشرح كأن عبارة هذه شرح لما ذكره قبل ذلك في تقييد ما ذكره بالصلاة وأنه يصلي إلى قبلة المسلمين. ولهذا قال واختلفوا، ويريد أيضا رحمه الله أن يبين قوله يقولون، لأن عبارته من يصلي إلى قبلة المسلمين ظاهر عبارته أن هذا معتقد أهل السنة في تارك الصلاة، وأن تارك الصلاة لا يدخل في حد الإسلام، ولهذا أراد رحمه الله أن يبين أن الصلاة مفروضة
وقع فيها خلاف حتى يذهب وقتها من غير عذر وكفره جماعة. هذا فيه أيضا إشارة إلى قول اختاره بعض أهل العلم وقول إسحاق وجماعة إلى أنه يكفر بترك صلاة واحدة حتى يذهب وقتها، حتى يذهب وقتها. وهذه المسألة خلاف فيها طويل وكثير، وقد صنف فيها العلامة القيم رحمه الله كتاب الصلاة وبسط الأدلة رحمه الله. قال فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مصنف رحمه ساق الأخبار في هذا الباب، وبعض الأخبار يحتاج إلى تحقق من لأنه أدخل بعض الألفاظ في بعض، لكن ولعل يتيسر لبعض إخواننا تتبع هذه الأخبار يعني بهذه الألفاظ، لكن الأخبار معروفة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة في صحيح مسلم، وعند أهل السنن وأحمد إلا أبا داود العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بإسناده صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وروى الشيخان عن عبادة بن الصامت لما ذكر الأئمة قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وحديث مسلمة لما ذكر الأئمة قال أفلا ننابذهم أفلا، قال لا ما صلوا ما صلوا. فقال أهل العلم إنه بالنظر إلى الدليلين، لما قال في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا وذكر في حديث مسلم ما صلوا، دل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح. فحديث مسلمة مفسر أو مبين أن ترك الصلاة من كفر البواح المذكور في حديث عبادة في الصحيحين. فهذان الحديثان عن أم سلمة وعبادة رضي الله عنهما يدل على هذا المعنى. هناك أدلة أخرى لكن هذه هي أصرح الأدلة في هذا. هناك أدلة محتملة في الكتاب والسنة إنما ليست دلالتها صريحة، هذه أدلة صريحة أخذ بها كثير من أهل العلم وكفروا تارك الصلاة، لكن اختلفوا على الحد الذي يكفروا به. قال فكفره جماعة ثم ذكر أخبار، قال وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا. قالوا إن الترك هنا معنى الجحد، كما قال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمن بالله، يعني ترك جحود، إني تركت ترك ماذا؟ جحود. قالوا هذا، وإن كان هذا في الحقيقة قد يكون مثل هذا التفسير للحديث بالآية موضع نظر، لكن استدل به من استدل كما ذكر رحمه الله، لأن الأحاديث يوضح بعضها بعضا في قول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل أو الكفر والشرك ترك الصلاة، تركها فقد كفر. فالأحاديث فسروا بعضها بعضا ووضحوا بعضها بعضا، وتقدم حديث عبادة وأم سلمة، فهذه أخبار عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم باجتماع يتبين معنى الترك. ولهذا ذهب جمهور العلم إلى ذلك إلى هذا القول، وقالوا تكفير تارك الصلاة، منهم شيخ الإسلام رحمه الله، لكن على تفصيل عنده في هذا، ومنهم أيضا في عصرنا شيخنا العلامة الشيخ علي بن باز رحمه الله، إنه كان يفتي بهذا القول ويشدد فيه رحمه الله، وله في هذا فتاوى وله أقوال تبين الأمر وتشدد في هذا تبعا لما جاء في الأدلة لعظم أمر الصلاة. ولهذا جزم رحمه الله وغير من العلم في هذا الزمن ومن قبلهم ممن ذهب إلى ذلك إلى كفر ترك الصلاة، بل حكى
شقيق بن عبد الله البجلي يجمع الصحابة على ذلك كما رواه الترمذي بسند صحيح. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة. وهذا يبين الترك الكفر كفر مخرج من الله، لأنه ليس من الأعمال ما هو كفر، كفر غير مخرج. فتخصيص الصلاة تدل على أنها أراد الكفر وكفر مخرج عن الملة، إذ من الأعمال ما يكون كفرا أصغر، فتخصيص الصلاة بذلك يدل على أن بذلك أراد الكفر الأكبر. ثم سياق الأخبار بذلك وتعريف الكفر بين الرجل بين الكفر تعريفه بذلك إلى غير ذلك مما في الأدلة دال على هذا القول. نعم. وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله. إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين أو مفردين أحسن الله إليكم، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، لم يرد بالآخر. وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. نعم. يقول رحمه الله هذه مسألة أخرى متعلقة مسألة الإيمان، والمصنف لا تكلف عنده على طريقة أهل العلم، فهو كغيره من أهل العلم حتى في التصنيف في غير ذلك كالحديث. فمن يسوق الأخبار بحسب ما سنح في خاطره، إذا أراد أن يجمع في باب واحد وتكون الأخبار متناسقة من حيث الجملة فلهذا يسوقها ويكون كلامه واضحا بينا. وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، إلى آخر كلامه رحمه الله. يقول إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان يفعله. إذا ذكر كل اسم على حلته مضمون آخر فقيل المؤمن ومسلم جميعا أو مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر. وإن ذكر أحدهما وإن ذكر أحد اسمين شمل الكل وعمهم، يعني أن الإيمان والإسلام إذا ذكر جميعا فللإيمان معنى وللإسلام معنى، وإذا ذكر مفردين فالإسلام يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام. وهذا هو الصحيح، أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام. هذا قول جمهور العلماء، أن لفظ الإيمان عند إطلاقه يدخل فيه الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول ماذا؟ قول لا إله إلا الله، وأدناها إماط الأذى عن الطريق. ذكر خصال الدين، من أعلى خصال الدين إلى قوله أدناها، ثم قال والحياء 60 شعبة. صحيحين عن أبي هريرة، هذا دخل فيه الإسلام، إماط الأذى عن الطريق عمل ظاهر من أعمال الجوارح، فهو الإسلام، فهو من أعمال الإسلام حين يجمع الإسلام والإيمان أو يقرنا، فجعل الإسلام شاملا للإيمان. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سئل في الصحيحين عن ابن عباس، كما عن ابن عباس وفد عبد القيس، قال أن تؤدوا الخمس من المغنم، ثم ذكرهم الإيمان، قالوا وما الإيمان؟ قال تؤدي الخمس من المغنم وماذا؟ وأن ذكر لهم عليه الصلاة والسلام شهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ذكر لهم أركان الإسلام جميعها وبعضها، ذكر في الإيمان الإسلام عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكر الإسلام عليه الصلاة والسلام وأدخل فيه الإيمان، كما عند أحمد بإسناد صحيح عن عمرو بن عبسة
أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال أن يسلم قلبك، أن يسلم قلبك. قلت ما أفضل الإسلام؟ قال أن تؤمن بالله، أفضل جعله الإيمان، وأفضل الإيمان الهجرة، فسره بالإسلام عليه الصلاة والسلام. ورواه أحمد أيضا بإسناد حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال الإسلام أن يسلم قلبك وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، فسره بإسلام القلب وهذا عمل باطن، وأن يسلم المسلم لسانك ويدك هذا عمل ظاهر. فسر الإسلام بالإيمان وأدخل فيه عمل الإسلام مثل ما تقلنا في حديث عامر بن عبسة. وإذا قرنا مع بعض فالإسلام له معنى والإيمان له معنى، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيح مسلم، وفي الصحيحين عن أبي هريرة لما سأل الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن البعث والقدر، تؤمن القدر. وكذلك في الإسلام ذكر له أركان الإسلام، ذكر له أركان الإسلام لأنه سأل على الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، مع أن الإحسان يدخل في الدين كله، وكذلك الإسلام والإيمان، لكن هذا حين يذكر كل واحد منفردا عن قسيمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس في حديث ابن عمر، وذكر أركان الإسلام الخمسة مع أول الشهادتان. في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص يقول قسم النبي قسما قسما قسم النبي قسما، يعني من المال، فأعطى رجالا وترك رجالا، ترك منهم رجلا هو أحب إلي من أعطاه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ إني لأراه مؤمنا، إني لأراه مؤمنا، لأراه اختلف في ضبطه، ضبطت بفتح الهمزة وضبطت بضمها أظنه. قال عليه الصلاة والسلام أو مسلما؟ قال ثم حملني بعض ما أجد، يعني بعد ذلك. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمن. قال أو مسلما، ثم حملني بعض ما أجد الثالثة. قلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ إني لأراه مسلم. قال أو مؤمنا؟ فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه كراهية يكبه الله في النار. فهنا فرق بين الإسلام والإيمان، وسيأتي أيضا كلام أو القول الآخر في هذا. نعم. وكثير منهم قالوا الإسلام والإيمان واحد، فقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلو أن الإيمان غيره لم يقبل. وقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام، ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا أيضا دليل لمن قالهما واحد. نعم. قال رحمه الله وقال وكثيرون قالوا الإسلام والإيمان واحد، وهذا خلاف قول الجمهور. هذا مشهور عن البخاري رحمه الله في صحيحه، بوب عليه على هذا المعنى، قال باب من قال إذا كان الإسلام على الاستسلام والخوف من القتل، وساق حديث من ضمنها حديث سعد رضي الله عنه. كذلك نصر محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب تعظيم قدر الصلاة، والصواب هو قول الجمهور. وذكر مصنف وبيبتغي الإسلام دينا
فلن يقبل منه، فهو قالوا إنه دليل لهم، فلو كان إيمان فلو أن لمن غيره لم يقبل. يقال كما تقدم إن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان. أما قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذه دلالة على الفرق بينهما، لأنه قال سبحانه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فأخرجنا من كان فما وجدنا في غير بيت من المسلمين، فالذي نجا هو لوط عليه الصلاة والسلام ومن معه، والذي هلك هو زوجه كانت من الغابرين، لأنها كانت في الظاهر مسلمة وإلا في الباطن فهي منافقة. والبيت بيت إسلام لأنه بيت لوط عليه الصلاة والسلام، فهو بيته بيت إسلام. فقال سبحانه فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بالنظر إلى حال زوجه، لأنها كانت خانته في إطلاع قومه على أضيافه ولم تخنه في الفراش كما أجمع ذلك العلماء في بيان ذلك. فالمعنى أنه قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، لما ذكر الإخراج قال المؤمنين، ولما ذكر حال الوجود قال من المسلمين، لأن الموجود منهم هو معهم امرأة لوط فهي مستسلمة، فلهذا لكن البيت بيت إسلام، بيت بيت إسلام. ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالإسلام لأهل الخضوع كما تقدم، وهذا قول البخاري رحمه الله والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا في الحقيقة دليل لما تقدم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن لما لا تدل على انتفاء الإيمان، تدل على قرب وقوعه، لأن فرق بين لم يقل لم تؤمن، يقول لما، فلم ولما تتفقان في النفي والجزم والقلب، لكن لم لبعد أو عدم توقع وقوع شيء، تقول هل جاء فلان، تقول لم يأتي، تقول هل حضر أستاذ، لما يحضر يعني يتوقع حضوره، هل وصل فلان، هل وصل الضيف، هل وصل الأستاذ أو ما المسافر، تقول لما يحضر يعني يتوقع قرب وصوله. فهذا من الفروق بين لم ولما. كذلك قول سبحانه ولما يدخل الإيمان في قلوبه يعني أنه قريب الدخول، فدلالة على هذا المعنى وليست على الاستسلام كما هو الصحيح في هذه الآية. كذلك قوله سبحانه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.